الآن صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. حلقة النهاردة حلقة نهاية الأسبوع يوم الخميس بتاريخ 3 سبتمبر 2020. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، مليان دايما بالحيوية والنشاط والابتسامة. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين، بنبدأ دايما بفقرتنا الإخبارية. هنتابع فيها النهاردة طبعا نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا العديد من السادة الوزراء والمسؤولين، وهنعرف أهمية هذا الاجتماع وأهم ما جاء في هذا الاجتماع. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة، هنحلل فيها أبرز المنشطات الصحفية، وده يكون من خلال ضيفنا اللي هيشرفنا النهاردة في الاستوديو أستاذ وليد الرمالي الكاتب الصحفي. فقرتنا الحوارية والأخيرة النهاردة طبعا بعد قرار عودة السياحة الثقافية، وده طبعا بعد توقف دام أكتر من 6 شهور بسبب جائحة فيروس كورونا، ورجوع طبعا أو هذا القرار رجوعه إلى المواقع الأثرية في القاهرة وأيضا أسوان والأقصر، طبعا مع الإجراءات الاحترازية، يعني اتباع الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بها الدولة وبتؤكد عليها دايما الدولة ووعي كمان المواطن. هنتكلم عن أهمية عودة السياحة الثقافية وإزاي كمان المرشد السياحي يقدر يتعامل مع هذه العودة في ظل التباعد الاجتماعي. ده موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي هينورنا ويشرفنا في الاستوديو أستاذ وجيه جمال مرشد سياحي وممثل الاتحاد الدولي للمؤسسات الإرشاد السياحي بشمال أفريقيا. خلينا نروح لفاصل في البداية مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقرتنا، فقرتنا الإخبارية. خليكم معنا.